سائلة تقول: فضيلة الشيخ، ما معنى ما جاء في الحديث إن الله لا يمل حتى تملوا؟ نعم، من المعلوم أن صفات الله عز وجل ليس فيها نقص بوجه من الوجوه، لقول الله تعالى: ولله المثل الأعلى. المثل يعني الوصف، فإن المثل في اللغة العربية يطلق على الوصف، كما قال تعالى: مثل الجنة التي وعد المتقون فيها أنهار من ماء غير آسف، مثلها أي وصف. فلله الوصف الأكمل. فإذا قدر أن الحديث يدل على ثبوت الملل لله عز وجل فهو ملل ليس كمللنا نحن، مللنا يحصل به التعب والسآمة وضعف الهمة، لكن ملل الله إن كان الحديث يدل عليه فهو ملل إيش؟ يليق بجلاله عز وجل، ليس فيه أي نقص. وإثبات الصفة التي دل عليه الكتاب والسنة بدون نقص تنقص أو نقص واجب. ولذلك لم يسأل الصحابة ورسول الله صلى الله عليه وسلم عن هذا الإشكال الذي يريده كثير من الناس. الغضب، هل تثبتون لله الغضب؟ نعم. طيب، الغضب في الإنسان نقص، لكن في جانب الله كمال. لأن الغضب في جانب الإنسان حذر منه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فقال حين طلب منه رجل أن يوصيه قال: لا تغضب. قال: أوصني. قال: لا تغضب. أوصني. قال: لا تغضب. فردت المرار وقال: لا تغضب. وما أكثر النادمين عند الغضب. الغضب يحمل الإنسان على أن يطلق زوجاته وعلى أن يكسر أوانيه، بل ربما يحمله إذا كان ممن لا يؤمن بالله واليوم الآخر على أن يقتل نفسه كما يفعل المنتحرون. لكن غضب الله غضب سلطان، غضب ملك، غضب من له القدرة على المغضوب عليه. هذا الملل نقول فيه كما نقول في الغضب. إن دل الحديث على ثبوت الله فهو ملل يليق بجلاله لا يشبه ملل المخلوقين.